مشاهد الجثث والجرحى والدمار عادت من جديد لقطاع غزة عقب استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بمجرد انتهاء هدنة إنسانية استمرت أسبوعاً. القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي استهدف كما العادة المدنيين الآمنين حيثما تواجدوا في المنازل والمدارس والشوارع والمساجد ومناطق أخرى، فسقط منهم عشرات الشهداء والجرحى بينهم صحفيون وسط تأكيدات باستخدام أسلحة محرمة دوليا. معظم الحالات التي وصلت على كافة مستشفيات قطاع غزة منها حروق من الدرجة الثالثة والرابعة، إذابة في الأطراف، هناك أيضا الدقر في البطون وخروج للأحشاء، هناك أيضا تشوهات كبيرة إضافة إلى بتر في الأطراف السفلية والعلوية، هناك عدد من الأطفال أيضا لم يصلوا برؤوس، وبالتالي هناك استخدام لأسلحة غير معتادة ومحرمة دوليا. المنطقة الجنوبية التي يزعم الاحتلال دوما أنها مناطق آمنة سقط فيها نصف شهداء العدوان بعد انتهاء الهدنة حسب ما أفاد مراسل العربي. في المقابل أعلنت فصائل المقاومة خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محاور عدة بغزة لا سيما المناطق الشمالية، بالتوازي مع استهدافها بالصواريخ مدنا إسرائيلية عدة في الجنوب والوسط بينها مدن مركزية مثل تل أبيب التي دوت فيها صافرات الإنذار. وفيما حاول الاحتلال إلقاء اللائمة على حماس في انهيار الهدنة، أكدت الحركة أن حكومة الحرب الإسرائيلية رفضت أي تمديد للهدنة ولم تتعاطى مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين، بل وغالطت الوسطاء بشأن قوائم المحتجزين. جرت محاولة إسرائيلية مخادعة بتقديم 10 أسماء من النساء، قيل أنهن محتجزات في غزة، تبين أن 10 هن مجندات كنا في صفوف الجيش يوم العملية ولم يكن غير عسكريات. على الصعيد الإنساني أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال أبلغ كافة المنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري منع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة بدءا من الجمعة وحتى إشعار آخر وسط تحذيرات جديدة وجهها مكتب الإعلام الحكومي. نطالب وبشكل فوري وعاجل بإدخال عدد كبير من الشاحنات والمساعدات، فقطاع غزة يحتاج يوميا إلى إدخال 1000 شاحنة من المساعدات والإمدادات الحقيقية الفعلية، وكذلك إدخال 1,000,000 لتر من الوقود إلى قطاع غزة بشكل يومي حتى نستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه. استهداف للمبنى. بالتوازي مع ذلك نقلت مصادر سياسية ودبلوماسية عن وسطاء تأكيدهم باستمرار المفاوضات بشأن الهدنة رغم العدوان، أملا بالتوصل إلى اتفاق يفضي مجددا إلى وقف القتال وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.